اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معانا لعبه فاميلي فارم، هنتكلم بشكل دقيق ومفصل عن الحيوانات الاليفه ونقاط الطبيعه. استنوني. اهلا بيكم مره تانية. موضوع النهارده كومبليكيتد شويه وصعب ومحتاج تركيز، عايزك تركز معايا جدا، ولو في حاجه فاتتك ارجع عيد ما تعيدش الفيديو من الاول، ارجع ورا شويه بحيث ما تتوهش مني. خلينا نبتدي نتكلم عن الحيوانات. منزل الحيوانات، اضغط عليه. طيب منزل الحيوانات، انا بصراحه مش عارف ابدا منين لان الموضوع كبير، لكن دي اول صوره هتقابلك بعد ما تضغط على منزل الحيوانات. لما بتضغط على اي حيوان، دي الحيوانات بتاعتك مبدئيا. لما بتضغط على اي حيوان كده هنا بيقول لك لو عايز تأكله، ده مستوى الصحة بتاع الحيوان 5770 من 6400، يبقى هو فقد بعض الطاقة، نقدر نزودها عن طريق الأكل لو أكلناه كده أهو. تمام، اضغط على القطة أهي، سلحفاة، بنضغط بياكل. طب الأكل ده بنجيبه منين؟ بيجي كده؟ لا، الأكل ده إحنا اللي بندهوله، يا إما بيجي لك هدية يا اما انت بتبدله بحاجات من المخزن بتاعك. بنضغط فوق على الطعام جنب كلمه مستوى رابع، جنبها علامه الاكل، بدوس عليها كده اهو، طعام الحيوانات، هضغط عليه هستخدمه. طيب لو انا ما عنديش بقى طعام حيوانات، اقدر ابدله بمنتجات تانية، هضغط عليه كده اهو، بدله باي منتجات انت عايزها كده مثلا اهو، بدلناه بمنتجات، بقى معاك اكل يكفيهم. ده بالنسبة لطعام الحيوانات. طب لو ضغطنا عليه تاني، في هنا 61 طعام حيوانات، 616 طعام حيوانات برضو. اللي جنبيه ده اللي هو زيرو، ده عبارة عن طعام لما بياكله بيزود الخبرة بتاعته، ولما الخبرة بتاعته بتزيد للآخر تزود المستوى بتاعه. طب الطعام ده بيجي منين؟ بيجي لما الحيوان يشتغل. ازاي؟ عن طريق الزوار، عن طريق البحث عن منتجات في مقهى الخليج اللي هو ده. كل دي هدايا؟ معلش بقالي فترة ما فتحتهاش. طب بما اني بقالي فترة ما فتحتهاش، الهدايا دي جات لي منين؟ انا مش عارف والله العظيم، الناس دول كرم قوي. ما علينا، انا دلوقتي هنا بيقول لي اعمل لي 3 موز، ماشي حاضر. تبرع طالب اهو، شوفوا جاب لي ايه تحت اهي، اللي هي دي اللي هي الواحد دي، مش جنبها 300 وجنبها واحد، الواحد دي اللي بتزود الـ المستوى بتاع ايه الحيوان بتاعك. طب هو المستوى بتاع الحيوان ده لما يزيد هيفيدني في ايه؟ اقول لك هيفيدك في ايه. انا اهو بقى معايا واحد اهو. طيب بضغط على الاختيار اللي تحت منه، هنا في منزل حيوانات اهو، ده بقى الحيوانات. هنا انا معايا الكلب ده مستوى 25، اللي جنبيه مستوى 19، اللي جنبيه 17. لما انا باكل الحيوانات اللي مستواها قليل من البسكوت ده اللي هو ده اهو بيزيد اهو، ما انا داخل لما اكله منه كتير ادخل الرقم ده، بدل ما هو 19 يفضل يزيد 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 لحد ما يبقى 20، تقوم عامل له ترقيه. الترقيه ده بتخلي مستواه عالي. طب لما مستواه يعلى ايه اللي بيحصل؟ نسبه الطاقه بتاعته بتزيد، يعني يستوعب اكل اكتر فما يتعبش، يعني يشتغل اكتر. بدل ما تبقى الطاقه عنده مثلا 1000 تبقى 2 تبقى 3 تبقى 4، فيشتغل اكتر، يقابل زوار اكتر. مش لان هو لو جاع والطاقه عنده خلصت هيقف، مش هيشتغل. فالموضوع ده مهم جدا انك تزود مستويات الحيوانات بتاعتك لمستوى 20. طبعا احنا عرفنا البسكوتة الصغيرة دي اللي بتزود المستوى بتاع الحيوانات، عرفنا بنجيبها منين؟ لما بنساعد في مقهى الخليج. لما بنجيب عدد كافي من البسكوتة دي بنقدر ان احنا نضيفه للحيوان، وبعد ما نضيفه للحيوان بيبدأ المستوى بتاعه يزيد، بيظهر لك هنا تحت كلمة ترقية، ترقية بالمستوى. لما بنرقي المستوى الحيوان بيوصل لمستوى 2 3 4 لحد 20 ويمكن اكتر. لما بيوصل لمستوى مثلا 20 بيكون الحيوان اكثر قدره على
ان هو يتفاوض مع الزوار ويجيب لك دخل اكتر، ما يتعبش بسهولة، يفضل شغال. لان انت احيانا بتدخل تلاقي الحيوان الطاقة عنده خلصت، ما عادش واقف، ما بيعملش حاجة، لا بيطلع صناديق ولا بيتفاوض مع زوار. فبالتالي انت بتحتاج ان انت تعمل له تعلي المستوى بتاعه. بالاضافة كمان ان احنا اتكلمنا قبل كده في حلقة قبل كده عن مختبر الدمج والفك والصهر والحاجات دي، بيتكلم عن ان في اطواق وملابس خاصة بالحيوانات لما بتضاف للحيوانات بتزود قدرتها ومهارتها. ارجع للحلقة بتاعت مختبر الدمج والفك والتصهير. طبعا لما بنضغط على الاختيار التاني زي ما احنا واقفين هنا كده، في عندك رداء تقدر تلبس الحيوان، طاقية، شنطة، حاجات كده، يعني ايه، بتديله منظر جمالي بيتميز حيوان عن التاني. الاختيار التاني تقدر تلبسه حزام، بس طبعا مش كل الحيوانات نفس الحاجة، يعني السلحفاة بتلبس الحزام ده اهو، لبسته اهو. الكلب طاقية، مش عارف القطة تلبس فيونكة، على حسب نوع الحيوان يعني. اضغط انت على الحيوان وهتلاقي متعلقاته. الكلب هو يقدر يلبس مش عارف زي سرة كده من الدنانير. هنا برضو الطوق، تقدر تلبس الحيوان بتاعك طوق. طبعا لازم الطوق ده يكون على حسب مستوى الكلب، يعني لو كلب مستوى 20 يبقى الطوق مستوى 20، كلب مستوى 10 يبقى الطوق مستوى 10، وهكذا. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده برضو في حلقة المختبر الفك والدمج والتصهير، يبقى ارجع لها عشان تتابع موضوع الحيوانات. طيب ايه تاني موجود؟ طيب ايه تاني موجود في بيت المنزل الحيوانات؟ احنا عرفنا ان كل حيوان هو موجود قدامي، اقدر ان انا الكلمة تذهب للبيت دي معناه ان الحيوانات كلها بره. لو انا عايز ارجعها البيت بضغط على اذهب للبيت ترجع البيت. طب انا هستفيد ايه لما ارجعها البيت؟ لما بدوس على اي حيوان اذهب للبيت زي ده كده هيرجع البيت. بعد ما هيرجع ده هيديني صلاحية ان انا اعمل في بعض الاجراءات. زي ايه مثلا؟ ما اقدرش اعملها وهو بره، لازم يبقى جوه. حتى كمان في المزرعة لو انا بغير المسارات اللي هي الطرق دي، اللي هي الطرق اللي موجودة دي الرصيفة دي اسمها مسارات، وانا بغيرها وبعدلها ما ينفعش الحيوانات تبقى في المزرعة، لازم الحيوانات تبقى كلها جوه المنزل. اهو كده ده مكتوب على تحتيه هيا هنطلع بره. هو دلوقتي جوه المنزل ما بيعملش اي حاجة. طيب لما هو كده جوه المنزل اقدر ان انا استفيد منه بايه؟ بضغط هنا. لا، المكان ده خاص بشراء الحيوانات هنتكلم عليه. طيب المكان الاخير ده بضغط على اضافه اهو، ده الحيوان اللي انا قلت له اذهب للبيت. لما ذهب للبيت اقدر ان انا اضيفه في المنطقه دي. طب المنطقه دي بتعمل ايه؟ المنطقه دي ما ينفعش اضيف فيها اي حيوان اقل من ليفل 20، لازم الحيوان بتاعك ليفل 20، هضيفه. طيب لما اضيف هنا ايه اللي هيحصل؟ انا بضيف الحيوان بتاعي هنا وبيبقى عندي اختيارات اهو، في دعوه، ممكن ابعت لده دعوه وابعت لده دعوه. طيب هل انا محتاج ابعت لدول دعوه؟ لو انت شايفهم مش قد كده دوس هنا وخليه عالمي. شفت حيوانات ايه؟ حاجه يعني الحيوان عنده 14 مهاره، 12 مهارة. فأنت من مصلحتك إن الحيوان اللي هيدمج مع الحيوان بتاعك، يعني الحيوان بتاع الشخص اللي أنت ما تعرفوش، لما هيدمج مع الحيوان بتاعك ويكون هو عنده مهارات كبيرة جدا زي دي كده، النتيجة إن هو هيجيب لك حيوان جديد بمهارات أكتر. خانة المهارات هتكون أكبر، اللي بيتضاف فيها مهارات. ما هي المهارات دي ما ينفعش تتضاف غير لما يكون الحيوان ده عنده خانات مهارات كتيره، زي الحيوان اللي هو تاني واحد ده في عنده 2 4 6 8 مهارات وفي 4 فاضيين. الاربعه الفاضيين دول هو يقدر يضيف فيهم مهارات. طب المهارات دي بتتجاب منين؟ المهارات دي بتتجاب من الماركت، قسم المهارات، بتاخد مهاره وتضيفها للحيوان بتاعك. طيب انا دلوقتي محتاج ادمج حيوان من دول مع الكلب بتاعي اللي انا كنت حاطه، هدوس دعوة. طيب انت بتدعو بتقول له من فضلك انا عايز الكلب بتاعك ده ندمجه مع الكلب بتاعي، وانت بيطلع لك كلب وانا بيطلع لي كلب جديد، والكلاب الجديدة اللي بتطلع دي بتبقى بمهارات اعلى. يعني الوقت مثلا ايه، انا الكلب بتاعي فيه 4 فتحات للمهارات، لما هدمجه مع الكلب ده هيطلع لي
فتحات مهارات من 10 ل 12، فدي حاجة كويسة ان الكلب بتاعي يبقى عنده 12 مهارة او 10 مهارات، ده هيفيد الكلب بتاعي قوي، فمن مصلحتي ان انا ادمجه مع حيوان اعلى. فطبعا انت بتقول له، بتحاول بقى تغريه، بتقول له ايه رأيك لما تدمج الحيوان بتاعك مع الحيوان بتاعي وتاخد في المقابل، انت بقى طبعا هتزود على قد فلوسك، يعني معاك 100 حطهم، معاك 200 حطهم، انا ممكن ادمج لحد 999، يعني انا بعمله دعوه مقابل 999، لو هو وافق هياخد ال 999 دول وهيوافق على دمج الحيوان بتاعه بالحيوان بتاعي، بقول له نعم. لازم تكتب استبدال للتاكيد. طبعا لازم تكتب استبدال للتاكيد علشان انت بتدفع فلوس كتير، فيقول لك لا انت هتاكد يا باشا، ده انت هتدفع 1000 نقود، انت متاكد؟ فبتقول له اه استبدال تاكيد. بتعمل الحركه دي مع كل اللي موجودين، مش كلهم، اعلى حد، اعلى مجموعه، بتعمل كده مع اعلى مجموعه، يعني ممكن تعمل كده مع دول اهو، مع كل دول مثلا، لما يبداوا يقولوا كده بلاش، ما تعملش دعوه للناس دي. طب انت بتعمل الدعوه دي كم مره؟ بتعمل الدعوه دي كذا مره، ما عندك 10 دعوات، ابعت 10 دعوات وواحده منهم هتتقبل، تمام؟ واحده منهم هتتقبل، او ممكن حد يبعت لك دعوه. يعني ايه؟ انت الكلب بتاعك عجبه، فيبدا يقول لك اه ده الكلب ده حلو جدا، انا هبعت له دعوه، فيبعت لك هو دعوه، ويبعت لك عليها كمان فلوس. تقبل الفلوس وتقبل الدعوه، الكلبين بيبداوا يتبدلوا بكلاب جديده بفتحات مهارات اعلى. انا عارف ان الموضوع معقد شويه، بس هما اللي عقدونا والله، يعني احنا مش ذنبنا والله، يعني انا حتى ذات نفسي مش عارف اللي بيشوفني فاهم ولا لا، بس ما معلش يعني، عيد الفيديو تاني وان شاء الله توصل يعني. طيب بعد ما بيوافق ايه اللي بيحصل؟ بعد انت فجاه بتكون قافل اللعبه ونايم في بيتكم عادي، بتصحى تفتح اللعبة وتخش على المكان ده، فجأة تلاقي ستارة كده اتقفلت واتفتحت، بقى عندك حيوان جديد، والحيوان بتاعك راح اللي هو كان ليفل 25 راح، وجالك حيوان جديد من الصفر ليفل 1. هتقول لي يا عم ده الحيوان ده كان ليفل 25، ده كان الباور عنده عالي، وكان معايا تمام عشرة، وكان بيستحمل، فجأة يجي لي حيوان ليفل 1؟ أقول لك إن الحيوان الجديد ده اللي جالك فتحات المهارة عنده أكبر، ياخد مهارات أكتر، لما ترقيه يبقى أقوى من اللي قبليه، ودي فكرة تبادل الحيوانات الأليفة اللي هم عاملينها، تمام؟ أمال إيه بقى الاختيار اللي في النص ده؟ الاختيار ده معناه إن الحيوانات الأليفة دي عشان أنت تجيبها تحصل عليها بتحتاج بطاقات، كل بطاقة مرسوم عليها شكل الحيوان. بنجيب البطاقات دي منين؟ بنجيبها من مركز الزوار، يعني في هنا مركز زوار اهو وليكن ده، لو ضغطت كده اهو بيقول لك ان المنطقة دي، يعني لو انت جبت الزوار دول التلات اطفال دول بيدي لك، بيبقى في فرصة للحصول على كروت السلحفة. لو انت جمعت العدد المطلوب، لو انت جمعت العدد المطلوب من تذاكر السلحفة تحصل على سلحفة. طب دي بتجيب ايه؟ سلحفه برضه، وده سلحفه برضه. طب انا مش عايز سلحفه، انا عايز حيوان تاني، شوف حد تاني، شوف مثلا ده، ده كلب اهو، انا مثلا محتاج كلب، اه طب اه دول يجيبوا كلب، تمام. يبقى انا انزل الزوار دول، انزل الزوار دول كده اهو، هينزلوا الكلاب، هتتفاوض معاهم، بعد ما تتفاوضوا معاهم في منتجات معينه هيبيعوا لهم منتجات معينه، الزوار دول هيجيبوا لك هدايا، الهدايا دي احتمال يكون فيها بطاقات خاصه بالحيوانات. البطاقات دي لما بتجمع منها عدد كافي اهو بتحصل على الحيوان اهو. انا ما انت محتاجين 300 بطاقه للكلب، معايا 145 فاضل لي 165 باين علشان يبقى معايا كلب. القطه نفس النظام اهو، تحتاج بال 300 بطاقه عشان تجيب حيوان، فانت محتاج ان انت تجيب الزوار دول باستمرار باستمرار، وتجمع الكروت دي باستمرار لحد ما تجيب الحيوانات اللي انت محتاجها. ده بالنسبه للمنطقه الخاصه بمنزل الحيوانات الاليفه.
طبعا احنا عرفنا ازاي بناكل الحيوان، بنجيب له الاكل منين، بنزود مستواه منين، بنجيب البسكوت اللي بيزود مستوى الحيوان الاليف منين، من مقهى الخليج. عرفنا ازاي بنوصل حيوان لمستوى اعلى، عرفنا ازاي ايه موضوع المهارات، ان الكلب بيبقى ليه مجموعة مهارات اهو. بضغط هنا، بضغط على كلمة مهارة. الكلب اللي هو اسمه مايكي ده عنده 2 4 9 مهارات، 9 مهارات. المهارات دي بتفيده في ايه؟ بتفيده بقى طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. طيب إيه هو مايكي ده ليفل 17، اقدر اوديه مكان التربية وبدله بحيوان تاني؟ ما ينفعش، لازم يبقى ليفل 20. يبقى انا ازوده ليفل 20، بعدين اوديه مكان تربية الحيوانات، يتبادل مع حيوان تاني بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، طريقة المبادلة اللي هي بتاعت ان انت تعمل دعوة للاشخاص او اشخاص تبعت لك دعاوي في مقابل فلوس طبعا. بعد ما بيوافقوا عليها وبيحصل التبادل بيجي لك حيوان جديد بليفل 1. لكن بيبقى انا هنا عندي كام فتحة مهارة لمايكي؟ عندي 2 4 8 9 فتحات مهارة، ممكن الجديد يبقى فيه 12 فتحة مهارة. فبالتالي هيبقى اقوى واحسن لما يوصل لمستوى اعلى. ده باختصار الشرح التفصيلي لبيت الحيوانات الأليفة. خلونا بقى نتنقل للجزء بتاع نقاط الطبيعة، ايه هو وايه فايدته وبيقدم لي ايه وفي الغالب هي اساس اللعبة. طيب زي ما انتم شايفين انا دلوقتي في تحت المستوى، لو انتم شايفين في مستوى 91، في تحتيه علامة التطي اللي هي علامة المزيكا دي، مكتوب 10194، بضغط عليها كده جاب لي ارقام ونقط وحاجات كده غريبة انا مش فاهم الحاجات دي خالص. طيب بيقول ان ده 10000 1000 2000 3000 لحد 7000، وفي موجود فوق علامة، انا مش فاهم اصلا ايه ده بيحكي في ايه، انا مش فاهم بيحكي في ايه. طيب خلينا نبتدي مع بعض تدريجيا ويا رب الموضوع يوصل. فكرة نقاط الطبيعة اللي احنا قلنا عليها مبنية على ان انت بتجيب رصيف، رصيف اللي هو الرصيف اللي بيقف في الشارع ده، عارفه زيه كده الرصيف اللي احنا بنمشي عليه في الشارع ده، بنجيب زيه كده. الرصيف ده هقول لك بنجيبه منين. بنجيب الرصيف ده وبنحطه في المزرعة بشكل جميل كده حلو، نكون ربطينه ببعضه تمام علشان الحيوان يمشي عليه، لان الحيوان ما بيمشيش على الارض، يعني الحيوان ما ينفعش يمشي على الارض، يعني لازم يمشي على رصيف تمام. اذا احنا محتاجين رصيف عشان الحيوان يمشي عليه. طيب بعد ما الحيوان يمشي عليه، لما الحيوان يمشي عليه هيبدا يطلع لك صناديق من الرصيف ده، تظهر فجاه كده. الصناديق دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده محفوره في الارض. الكلب بيفضل يحفر يحفر يقوم مطلع لك الصندوق ده. الصندوق ده بيبقى جواه ايه؟ بيبقى جواه هدية، زي الصناديق اللي ظهر قدامك دي اهي. اهي. بيبقى جواه تشغيل وحاجات حلوة أوي وفلوس. الصناديق دي جميلة، الصناديق دي حلوة جدا. طيب ازاي نكتر من الصناديق دي؟ الصناديق دي عشان نكتر منها هنحتاج إن احنا نزود نقط اسمها نقط الطبيعة. نقط الطبيعة دي بتزيد ازاي؟ نقط الطبيعة دي بتزيد لما بنجيب قطع ديكور، ركز معايا بقى، لما نجيب قطع ديكور. ايه هي قطع الديكور دي؟ اللي هي التماثيل والاصنام والحاجات دي اللي هي موجوده دي، زي ابو نضاره ده والعربيه دي والتمثال ده والبالونه والكرسي دي، اسمها الديكورات. نحطها قريب من الرصيف ده. الرصيف ده اسمه مسار، انا بس ببسط الدنيا، اسمه مسارات، مسار. المسار ده بنحطه ونقوم حاطين قطعه الديكور دي جنبيه مش بعيد عنه. لما يتحط جنبيه نقط الطبيعه تزيد، ولما نقطة الطبيعة تزيد عدد الصناديق يزيد. بدل ما كان بيطلع لك 10 صناديق في اليوم يبقوا 20، يبقوا 30، يبقوا 40 صندوق في اليوم. خلونا نشوف مع بعض ازاي. بدخل على حاجة هنا اللي هو السهم اللي تحت ده، بضغط على علامة اللي هي التربة، مديك تربة ومديك بركة ومديك مسار. بضغط على اللي في النص اللي هو المسار. دي المسارات اللي موجودة عندي.
في مسار مجاني. ايه المسار المجاني ده؟ يعني رصيف ببلاش، وليه شكلين، على شكل تربة وعلى شكل رصيف. عايز تحطه حطه. طيب قبل ما احطه، الرصيف ده اقصى حاجة بيتحملها ايه من الديكور؟ اللعبة دي يعني طلعت عينينا والله العظيم، يعني انا ما شفتش دقة كده ابدا في اي لعبة. اللي ما يعرفش يلعب اللعبة ده يا جماعة يتوه، يكرهها اصلا. المفروض يبسطوا اللعبة عن كده شوية على فكرة، لان اللي ما يعرفش يلعبها ممكن يتوه فيتخنق فما يلعبهاش. كل مسار من ده ليه نقط يستوعبها من الديكورات. يعني مثلا لو احنا جبنا الديكور ده حطيناه هنا كده اهو، وجبنا حته ديكور، ديكور زي ايه؟ زي ده، دي قطعه ديكور حطيناها هنا. شفتوا الرقم اللي ظهر؟ رقم 4. معنى كده، عايزكم بقى تلاحظوا حاجه، مكتوب فوق 10194. حلو، عايزكم تلاحظوا معايا حاجه، مكتوب فوق 10186، دي النقط بتاعتي، 10186 دي نقط الطبيعه بتاعتي. لو ضغطت على قطعه الديكور وقربتها للرصيف المسار، النقط هتزيد اهو، 186، 10186، سوري بقى 10190. اذا المسار يتحط، احط جنبيه قطعه الديكور، النقط تزيد، نقط الطبيعه تزيد، ولما النقط تزيد عدد الصناديق يكتر، ولما عدد الصناديق يكتر تاخد هدايا اكتر. حلو حلو. طيب الرصيف ده انت بتعمل منه واحده صغيره كده؟ لا، انت بتعمل بقى رصيف كبير، حوط بيه وزين بيه المزرعه بتاعتك، واعمل بقى زي ما انا عامل كده اهو. شوف انا عامل رصيف قد ايه، شوف كل ده رصيف اهو، اللي هو الخشب ده، ده رصيف خشب وده رصيف طوب اهو، وكبير اهو، كبير، وحاطط ايه؟ حاطط ديكورات كتير اهي، ديكورات. شوف ديكور خروف ده حاطه، وشوف شوف النقط قد ايه، 35 7 7 5 35 نقط، كتير. يعني الخروف ده لو انا شلته من هنا، ال 10190 دول يقلوا، يقلوا. لو انا شلت الخروف ده النقط دي تقل اهو، لو شلته بعيد هم 10190. شوف لو انا شلته، بقى 10146، كان 10190 قال له عشان شلت الخروف ده. يبقى انت المفروض تحط كل قطع الديكور بتاعتك بشكل جميل ما بين المسارات، ما بين المسارات دي. رجعه تاني مكانه، 10146 بقى 10190. لما اضغط هنا كده بيقول لي ان انت من كتر ما انت عملت مسارات كتير جنب بعض وحطيت ديكورات كتير جنب بعض، النقط بتاعتك زادت جدا لحد ما وصلت 7000، اكتر من 7000. يعني ايه؟ يعني ماكسيمم للنقط دي 7000، انا وصلتها 10000، يعني عديت ال 7000. طيب هي النقط دي لو وصلت 1000، يعني انا قعدت اجمع المسارات دي واحط ديكورات على قد ما اقدر، بقى هكسب ايه؟ تكسب صندوق، تكسب صندوق. الصندوق ده بيطلع هدايا قليله شويه. طب لو وصلت النقط دي 2000، لا 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 2000 ايه، ده انت تكسب نقط اعلى حبه، تكسب جوائز احسن. طب لو وصلت النقط دي 3000، لا 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 3000 انت كده بقى تكسب بقى جوائز احسن جدا، يعني انت جايب نقط ب 3000. طب لو وصلت نقط 6000 7000، لا انت كده ابن صاحب اللعبه، يعني انت كده خلاص بقى انت ابن صاحب اللعبه، لازم نديك بقى جوائز بقى كتير، بقى عطيله بقى، عطيله جوائز. فطبعا كل ما بتزود مسارات تزود ديكورات، النقط دي تزيد. اما النقط دي تزيد، كفاءة الصندوق تزيد، الهدايا اللي جواها تبقى احسن، عددها هيبقى اكتر، تاخد هدايا اكتر. ده الموضوع باختصار. طيب المسارات دي لازم تتحط بطريقة معينة؟ لازم تتحط بطريقة معينة. ايه هي الشروط اللي لازم احط بيها المسار دوت؟ بص خليك معايا، هندوس على السهم، التربه، المسارات. في عندنا انواع من المسارات، طب انهي واحد احسن؟ خلي بالك المسارات دي في منها مجاني، في منها بنقود، في منها بدنانير، في منها بعملات.
انت بقى على حسب بقى يعني، انت راجل غني بقى، اشتري بقى ايه اعلى مسار اللي هو ده، اللي هو شبه الباركيه، هتضغط عليه بكام؟ ده ليه سعر طبعا اهو، ده ب50,000. المسار الخشب ده الباركيه ده ب50,000 الواحده. انت متخيل انت محتاج قد ايه عشان تحوط المزرعه بتاعتك وتغرقها ديكور ومسارات؟ تحتاج ثروه. طيب المسار ده بقى ميزته ايه؟ ميزته انه يقدر يستحمل نقط، القطعه الواحده تستحمل نقط من قطعه الديكور 35. يعني انت ممكن تحط قطعه ديكور تزودك 4، قطعه تانية تزودك جنبها يعني، يبقوا كده مثلا 4 4 8. حطيت قطعه ديكور من الجنب التاني بقوا 15. لا القطعه دي محترمه تستحمل الواحده، تستحمل لحد 35، يعني لو حوطتها كلها بديكورات تديك 35. تمام؟ فانت هتشوف ايه اللي انت تقدر عليه اشتريه من المسارات دي. شوف المسار اللي انت تقدر عليه، اللي تقدر تشتريه على قد فلوسك، على قد امكانياتك، اشتريه، حوط بالمزرعه بشكل متناسق جدا. لازم يكون المسار متصل ببعضه، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اعمل قطعه مسار هنا واعمل واحده هنا، واعمل واحده هنا، واعمل واحده هنا، هنا غلط. لازم يكونوا متصلين ببعض، لازقين في بعض كلهم، والا الكلب مش هيمشي عليهم. يعني لازم زي ما انتوا شايفين ده الشكل اللي بيكون قدامك واضح اهو، من غير مباني، من غير اي حاجه. شكل المسارات عامله ازاي اهو، بضغط على علامه العدسه دي كده بيقوم خفي كل المباني كده ومصغرها ويخليك تشوف المسارات شكلها عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين المسارات كلها مربوطه ببعضها، شبكه طرق محترمه اهي. منزل الحيوانات، منزل حيوانات اهو، حواليه المسار، حواليه مركز الزوار المسار حواليه، ولازق فيه بقى المسارات طالعه منه اهي ماشيه بشكل ايه بقى، كله لازق في بعضه. وحطت انا ما بين كل سايب فتحه، ما بين كل يعني سايب فتحات احط فيها الديكورات، عشان الديكورات دي هي اللي هتجيب لي النقط ايه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي نقط الطبيعه اهي، كلها مربوطه ببعضها، كلها مربوطه ببعضها اهي. محوط انا بيها المزرعه بطريقه كويسه يعني الى حد ما، في ناس طبعا عامله شغل كتير احسن مني اهو، محوطها. الحيوان الاليف يقدر يمشي في اي مكان من دول. طب لو انا فصلت المكان ده، شلت الرصيفه دي كده من هنا وفصلته، ما يقدرش يمشي، اخره يمشي في اخر المكان اللي هو مرتبط بيه. لازم تكون رابط المسار ببعضه، لو بعيد عن بعضه ومش مربوط ببعضه مش هيمشي فيه، والصناديق مش هتطلع منه، ونقط النقط مش هتبقى مربوطه ببعضها زي، او الصناديق مش هتطلع في الاماكن دي كلها. وعموما هو عامل المساحه ده عامل رئيسي، يعني انت كل لما تكون موسع قوي وعامل مسارات كتير وحاطط ديكورات كتير في اماكن كتير، عامل المساحه ده عامل مساعد ان هو يزود لك النقط، لان انت مش هتقدر تعمل 7000 نقطه في مساحه قد كده، فانت محتاج مساحه كبيره تقدر تعمل بيها نقاط الطبيعه دي. وطبعا دي الصناديق اللي بتطلع لك اهي، تشغيل وطاقه وحاجات كتير قوي، يعني الصناديق دي ممتازه جدا. طبعا كل يوم لما يطلع لك 40 صندوق من ده حلو جدا على فكره، مش وحش، كلها تشغيل وهدايا وحاجات جميله جدا. دي طبعا ده مركز الزوار زي ما احنا كنا اتكلمنا، اللي بيجيب البطاقات بتاعت الايه الخاصه بالحيوانات الاليفه. خلينا برضو اوريكم اهو، قبول اهو، اداني بطاقة ايه الكلب. لما اجمع من البطاقة دي 300 اروح ايه اجيب كلب ابدلهم بكلب. طبعا الهدايا، خش بقى صندوق الهدايا هتلاقي بقى طبعا هدايا كتير من الزوار. الكلب راح الجيران، زار الجيران وجالك بحزم، طبعا استلم شوية الهدايا دول. طعام للحيوانات، كوبونات،
مكافئات. حلو جدا. جميل. انصحك تحوش الحزم والهدايا، حوش على قد ما تقدر، اقعد شهر ما تفتحهمش، وبعدين هتبسط قوي لما تيجي تفتحهم. شوف بكسب حاجات حلوه جدا، ديناميت وحاجات حلوه جدا. طبعا دي البطاقات اللي قلنا عليها، لما بنجمع منها 300 بنبدلهم بحيوان. تمام. في شويه دنانير اهم مالهمش اهل. طبعا الكوبونات الخضراء دي حلوه جدا. كل يوم بيبقى في دولار بتقدر تشتري الكوبونات الخضراء دي. الطاقة حلوة جدا برضو، الطاقة، المطر والسماد. أكتر حاجة بحبها التشغيل التلقائي، كوبونات خضراء كويس جدا. تقدر تضيف الحاجات دي كلها مرة واحدة كده، أهو استخدام الكل. تمام. بكده نكون احنا شرحنا الحيوانات، بيت الحيوانات، ايه هي كل التفاصيل الخاصة بالحيوانات الأليفة، المسارات، نقاط الطبيعة، بنجيبها ازاي وبنزودها ازاي. في حد كان بعت لي سؤال قبل كده وقال لي ازاي انا ارتب المزرعة واخلي شكلها جميل واخليها حلوة. بصراحة يعني انت مهندس ديكور نفسك، يعني انت شوف انت، لكن نصيحتي ليك عشان تعمل مزرعة بديكور حلو، ما تحاولش تحط مبنى كبير او شجرة وراها حاجة. يعني حاول تحط الأشجار على الطرف كده. حاول تحط الأشجار على الطرف كده في الطروف، ما يبقاش وراها حاجة، ما هو أنت لو حطيت وراها حاجة ما هي مش هتبان. يعني مبنى كبير زي ده مثلا، أهي طاحونة زي دي مثلا، لو حطيت وراها مصنع ما هي مش هتبان، هيبقى شكلها وحش. فأنت تحاول بقدر الإمكان تتجنب الأشجار، المباني العالية، إنك تحط وراها حاجة. حاول بقى إن أنت تخلي الشكل متناسق، الأشجار أهي ما فيش وراها حاجة. يعني الأشجار أهي جنب بعض مفيش وراها حاجة، فاضي. حاول تخلي المسارات بشكل متناسق. حاول تخلي قطع الأرض، أصل يا جماعة دي لعبة اسمها المزرعة، فهي في ناس ما بتحطش زرع، فأنت لازم تحط زرع كتير، يعني لازم تحط قطع أرض كتير. قطع الأرض دي دول حوالي 600 قطعة أرض، لما بتعمل قوس قزح وبتلم أدي كده 600 خبرة اكسبيرينس، بتتقدم في المستويات أسرع. يعني قطع الارض دي حلوه جدا ليك، حاول تكتر منها وتخلي شكلها جمالي. اعملها بلوكات، حط ما بينها مسارات او ميه او بحيرات، حط الديكور بشكل متناسق جنب بعضه، حط المصانع بشكل متناسق جنب بعضه. طبعا في ناس بتعمل حاجات دي حلوه قوي، دي حاجه هي مساله اذواق. يعني ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر التنبيهات، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتم، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج جيمر بالعربي. مع السلامه.